عايز ارجع مع حضرتك يا دكتور لمفهوم حضرتك ذكرته وقلت زمان كنا بنتكلم عنه في الجامعة، وهو الفجوة الرقمية. هل لازالت موجودة لغاية النهاردة؟ وخلينا برضو نعرفها للمشاهدين، ايه كان المقصود بالفجوة الرقمية؟ هو عدم قدرتك على التعامل مع اي اجهزة الرقمنة هي فجوة. صح؟ فاحنا بنحاول نتعامل مع هذه الفجوة. خلاص؟ والموضوع بتاع اللي هو بيسموه بالانجليزي ديجيتال ديفايد، يعني او اي ديفايد عامه او اي فجوه عامه، دور الحكومه الاساسي انها تعالج هذه الفجوه. فبنعالجها من خلال قنوات مختلفه زي ما قلنا، بنعالجها من خلال برامج استرشاديه. يعني اقول لحضرتك حاجه، احنا مثلا عاملين في بعض المكاتب الناس بتساعد المواطنين. خلاص، يعني مكاتب التوثيق بالذات، لان التوثيق في يعني مش بسيط، يعني مش طبعاً. يعني في فبنحط ناس تساعد المواطنين، ترشدهم، ارشاد. بنحاول النهارده ان شاء الله كمان في الخطوه الجايه يبقى في زي نوع من الادفايزرز يخشوا على المنظومه ويساعدوا الناس، مرشدين برضو. في حاجه كمان مهمه جدا، ما شاء الله المواطنين، لو حضرتك بصيتي على مصر الرقميه هتلاقي العديد من المواطنين حاطين فيديوهات على اليوتيوب بتشرح ازاي تتعامل مع البواب. في صفحات فيسبوك مخصوصه، لو عايز تعمل بطاقه تموين تعمل كذا، ودي الخطوات، ويحطوا الخطوات. المصري جدع بفطرته، يعني عنده معلومه مش بيبخل بيها على غيره. هو دي فكره التفاعل الرقمي. فالفجوه بتقل وتقل بكتير، وكورونا بقى اذا كان ليها تاثير فهي يعني يمكن افادت في هذا المساله. طب تقييم حضرتك يا دكتور لوضع الفجوه الرقميه النهارده في مجتمعنا المصري، تقييمها بنسبه قد ايه؟ بس احنا مجتمع، خلي بالك كمان احنا مجتمع شاب. خلاص، واغلب ال 65 اعتقد في المية، انا ما اعرفش الرقم بالظبط عشان، لكن احنا يعني ما شاء الله. يعني انا مثلا براجع البرنامج، خلاص بنتكلم واتساب، بنتكلم في صحيح. يعني خلاص احنا، انا اغلب الناس دلوقتي كلمه الورقه والقلم بالنسبه لها مش مستساغه. يعني انا بحاول اشوف اللي حواليا، لكن الفجوه موجوده في ناس التعليم ما خدوش حظهم منه، في ناس ما خدتش الـ 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 يعني زي تقول الانفتاح المناسب على التكنولوجيا. لكن موجوده، لكن بنعرف نتعامل معاها. بدانا نتعامل معاها لما كنا بنشحن كروت الموبايل. بدانا نتعامل معاها لما رحنا الاي تي ام ومكان الاي تي ام. خلاص، فاحنا مع الوقت الفجوه دي بتقل وبتقل بشده. انا مش شايف انها مشكله للتحول الرقمي خالص. خلاص، الناس ابتدت تتعود. انا في ناس بقوله، يقول له انت بتسالني على المعلومه دي ليه؟ ما موجوده في الكمبيوتر. خلاص، فابتدى يبقى فيه كمان ضغط جماهيري. يا جماعه انا مش محتاج اقدم الورق لكل جهه، انا اقدمه في جهه وبقيه الجهات شايفاه. صح؟ فانا متوقع يعني ان شاء الله باذن الله شعبنا برضو سريع التعلم جدا. فمش شايف ان دي هي التحدي العظيم يعني. اكيد شق تاني كان مهم جدا وكان على عاتق يعني الوزاره خلال الفتره اللي فاتت، هو تاهيل العاملين، علشان ان هم هيكونوا يعني حلقه الوصل ما بين الوزاره ما بين الناس اللي لسه بتتقبل التكنولوجيا الرقميه بشكل جديد. فازاي تم تاهيل العامل من قبل وزاره الاتصالات؟ بس احنا بنعمل تدريبات يعني. بس اول حاجه، في يعني مصطلح عايز اقوله، مشروع التحول الرقمي ده ليس مشروع وزارة الاتصالات. مشروع دولة، ودور وزارة الاتصالات هو دور تمكيني. خلاص، أنا بمكن الموظف وأمكن المواطن وأمكن الشركة اللي بتعمل البرنامج وأمكن الشركة اللي بتشتغل. ده الدور الحقيقي لوزارة الاتصالات. صح؟ وبالتالي كان في عمل جمعي أساسي بيننا وبين كافة جهات الدولة. التدريبات كانت على مستوى مبادئ الكمبيوتر، وعلى مستوى التطبيق اللي قدامه، وعلى مستوى ازاي يرد على المواطن، وعلى كافة المستويات اللي تسمح له ان يقدم خدمة. واتمنى يعني انا يمكن لمسه، بس انا يعني ايه، شهادتي مجروح، ان الناس تكون حست نوعية الموظفين اختلفت ولا لا. يعني مش ده الموظف اللي احنا كنا بنشوفه المتجهم، لا، في نوع من الـ يعني تناغم او انسجام بينه وبين المنظومه، عايز يساعد الناس. لا، في تغيير حقيقي. يمكن لسه املنا اكبر، التغيير ده بقى اكبر،
ويبقى أعمق. ده اللي احنا بنحلم بيه.